مساءكم سعيد مشاهدينا، أهلا بكم إلى النشرة الرئيسية من الأولى تتابعون فيها. اللجنة المشتركة المغربية السعودية تسجل بارتياح دينامية العلاقة بين البلدين، والرياض تجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتنوه بجهود جلالة الملك رئيس لجنة القدس من أجل الدفاع عن المدينة وصيانة هويتها. استمرار المنح التصاعدي لحالات الإصابة بكوفيد 19 يستدعي مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية المعتادة والحرص على أخذ الجرعات الثلاث من اللقاح ضد الفيروس. الجهود متواصلة لإخماد الحرائق التي اندلعت منذ أمس في غابة شيكر باب بودير بإقليم تازا، ورجال الإطفاء يواجهون قوة الرياح والحرارة المفرطة. ديربي البيضاء بين الوداد والرجاء برسم الدورة 25 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم ينتهي لفائدة الخضر بهدفين لا شيء. أفاد البروفيسور الحسن باليماني الطبيب الخاص لجلالة الملك في بلاغ له اليوم بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تعرض لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بدون أعراض. وأضاف البلاغ أن الطبيب الخاص لجلالة الملك وصف فترة راحة لجلالته لبضعة أيام. حفظ الله جلالة الملك وأنعم عليه بأردية الشفاء العاجل وأدام على جلالته نعمة الصحة والعافية. بالرباط انعقد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة. المجلس تدارس وصادق على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، من أبرزها مشروع قانون متعلق بالمناطق الصناعية ومشروع مرسوم حول تطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. في المتابعة نادية المدن وعبفتاح زوين. الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تداول وصادق في بداية أشغاله على مشروع قانون يتعلق بالمناطق الصناعية الذي يندرج في إطار السياسة الصناعية التي تنهجها المملكة المغربية والتي مكنت من تطوير البنية التحتية الصناعية. مشروع يتضمن مقتضيات قانونية وسيمكن من تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي من خلال توفير العقار المهني لهذا المجال ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية وتثمين المناطق. ويهدف هذا المشروع إلى معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بغياب التثمين الفعلي وبالعجز فيما يخص تدبير بعض المناطق الصناعية، وذلك عبر وضع إطار قانوني يمكن من مواكبة تنمية مناطق صناعية جديدة مستدامة ومنسجمة مع احتياجات المستثمرين ومع الرهانات الترابية. المجلس الحكومي صادق أيضا على مشروع مرسوم خاص بتنظيم الجائزة الوطنية للمسرح. الهدف منه هو الرفع من قيمة الجوائز المخصصة للمهرجان الوطني للمسرح. بعد ذلك صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم متعلق بتحديد كيفية تطبيق الفصول الخاصة بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين. هدفه تبسيط وتسريع وتيرة تسوية وضعية الموظفين لدى دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية. مجلس الحكومة واصل أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. يهدف هذا المشروع إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية عبر تغيير مقتضيات الفصل 190 جيم جوج، بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات. واختتم المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاقية بشأن تفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية القمر المتحدة، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة هدفها حذف الازدواج الضريبي.
أسعار المحروقات تعرف ارتفاعا متواصلا في الأونة الأخيرة. بالأمس ارتفعت الأسعار ما بين درهم وثمانين سنتيما. الروبورتاج في الموضوع لسكينة إدريسي، حنان أرسلان وأمين شرقاوي. أسعار قياسية متقلبة ومقلقة تسجلها محطات الوقود في الآونة الأخيرة، معها تتزايد هموم ومعاناة مستعملي مختلف وسائل النقل. ارتفاع أثقل كاهل المواطنين وجعلهم يتساءلون ويبحثون عن الحلول والبدائل. زيادة تقبلت لنا الجيوبة حقيقة، ضعيف ما عنده فين يتحرك، كان الأقصرية الطومي دابا واقفين في الكراج، ما الناس ما عندهاش لي مويه باش صعيب. الدراري اللي عنده الوليدات عنده الله يكون في العون لكل واحد. شحال دابا راه وصلت دابا غدات تولد دابا تولد ديال الميزانيه راه تقرنا دابا والله القسم جاي معايا صاحبي تنهضروا على المازوت ولينا تنهضروا على بنادم كاين اللي عنده طوموبيل كبيره ما يقدرش يحركها تحركها طوموبيل صغيره على ود المازوت هادشي اللي كاين. بالنسبه للزياده في الاسعار حنا عارفين وفاهمين انها في يعني العالم كامل بالنسبه المشكل اللي وقع في روسيا والمشاكل الاقتصادية كاملة في العالم كامل، ولكن شي شوية خاص يلقاو الحلول، خاصة الإنسان الضعيف يلقاو ليه شي شوية، حاولوا عليه شي شوية. تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية من بين الأسباب المباشرة التي رفعت من سعر المواد الطاقية في العالم، بالإضافة إلى أسباب أخرى يوضحها خبراء عالم الاقتصاد. الأول المغرب هو بلد غير منتج للمواد الطاقية، ثانيا وهذا أساسي وأساسي جدا هو أنه يعني هذا الارتفاع هو ناتج على أنه واحد مجموعة ديال التوريدات ديال البترول يعني أنه ناقصة بشكل كبير، يعني أنه تلاحظوا بأنه ما نعيشه اليوم لن أقول أنه يدخل في إطار العادي ولكن يدخل في إطار المنطقي، لأنه العالم كله يعني أنه تعيش هذه الأزمة، وهذا اللي خلى أنه حتى معدل التضخم عرفت ارتفاع كبير على المستوى العالمي. استمرار ارتفاع أسعار المحروقات دفعت الحكومة إلى دعم مهني النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وقد تم صرف حوالي 1.5 مليار درهم في إطار الدعم الاستثنائي المخصص لهذه الفئة. بعد وصول أسعار المحروقات إلى مستويات قياسية، فدى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة بأنه تم إلى غاية الآن صرف حوالي 1.4 مليار درهم لفائدات مهنية قطاع النقل الطرقي في إطار الدعم الاستثنائي الذي خصصته الحكومة لهم جراء ارتفاع أسعار المحروقات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين. لنتابع تصريح السيد بيتاس. الارتفاعات اللي كانت ارتفاعات تقريبا التي تجاوزت الضعف في مجموعة ديال المواد، منها مواد اللي كترتبط مثلا بغاز البوطان اللي الحكومة تستمر في دعمه واللي الكلفة ديالو غادي توصل 21 مليار درهم، من بعد ما كنا كنتوقعوا بأن الكلفة ديال الغاز ديال البوطة غادي تكون في حدود ديال واحد 9 ولا 10 ديال المليار ديال الدرهم. حنا اليوم الأرقام الحالية اليوم راه كنقولوا 21، وإلا وقعوا زيادات لا قدر الله راه الحكومة سوف تكون مطالبة بالتدخل أكثر وضخ موارد مالية إضافية لكي تواجه هاد الارتفاعات الكبيرة. الدعم ديال المهنيين تعطى المرة الأولى وتعطى في شهر أبريل وتعطى في شهر ماي وتعطى في شهر يونيو، ونحن الآن الحكومة الآن تنكب بجدية من أجل دراسة، لأنه أعطي الدعم اللي تعطى في أبريل تعطى الدعم بناء على واحد المستوى معين ديال الأسعار، ولكن الآن الأسعار ارتفعت، فالحكومة تدرس الآن الهوامش المتاحة والإمكانيات المتاحة باش أنه نمشيو في مستوى أكبر. 180 ألف عربة تم دعمها خلال هذه المراحل اللي تكلمت عليهم. هذا الدعم هذا في أبريل تقريبا واحد 90%، في ماي الطلبات في حدود واحد 85%، الأسبوع اللي فات كنا في حدود واحد 20% بخصوص الشهر ديال يونيو، تقريبا رحنا في واحد 1.4 مليار ديال الدرهم.
في ملف العلاقات المغربية السعودية، المملكة العربية السعودية تؤكد على موقفها الدعم لمغربية الصحراء وتدعو إلى محاربة الإرهاب والحركات الانفصالية بمنطقة الساحل، كما تنوه بجهود جلالة الملك رئيس لجنة القدس من أجل الدفاع عن المدينة وصيانة هويتها، وذلك خلال انعقاد أشغال اللجنة المشتركة المغربية السعودية بالرباط التي سجلت بارتياح ما تعرفه علاقات البلدين من دينامية لافتة في قطاعات مختلفة. خديجة الجمالي وعثمان التازي. علاقات مغربية سعودية متميزة بإرادة طموحة من قيادتي البلدين، تتعزز روابطها بتفعيل آليات الشراكة والتعاون والتنسيق عبر اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين واستشراف آفاق جديدة لشراكة مثمرة. يأتي هذا الاجتماع في دورته 13 تأكيدا لعمق العلاقة بين البلدين، ولكن أيضا استشعارا للفرص الكبيرة الموجودة لتعظيم التنسيق والتعاون والتنسيق بالذات فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وفي مجالات الطاقة، الاقتصاد الرقمي، الصناعة، الثروة المعدنية. هناك مجالات كثيرة واسعة يمكن البناء عليها. علاقات مبنية على التضامن الدائم والمتبادل في عدد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، حيث تؤكد المملكة العربية السعودية على مواقفها الداعمة لمغربية الصحراء. التضامن المطلق للمغرب مع أمن واستقرار المملكة العربية السعودية وتنديد المغرب بكل ما قد يمس بهذا الأمن والاستقرار، وتأييده لكل تدابير اللي كتخذها المملكة السعودية لحماية أرضها وطمأنينة مواطنيها، هي مناسبة كذلك لتعبير عن الشكر والامتنان للقيادة المملكة العربية السعودية ولكم صاحب سمو في المواقف الثابتة إزاء قضية الصحراء المغربية والقضايا التي تهم يعني المصالح العليا للمملكة المغربية. المحضر الختامي لأشغال الدورة تميز أيضا بتنويه المملكة العربية السعودية بجهود جلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس من أجل الدفاع عن المدينة وصيانة هويتها، كما أعربت المملكة العربية السعودية عن دعمها لمبادرات المملكة المغربية في مجال مكافحة التغييرات المناخية وغيرها من المبادرات والملفات التي يلتقي فيها البلدان في توافق تام. أستطيع أن أقول في المواقف بين المملكتين، وهناك استشعار لقيادة البلدين بأهمية التنسيق والتعاون ليس فقط لتحقيق مصالح البلدين لكن الأمة العربية والسلم والأمن الدولي، والتنسيق بيننا غير منقطع مستمر دائما، ونستشعر هذا التعاون دائما من الجانب المغربي، وكذلك ينعكس هذا في ما أشار إليه معالي من التبادل المستمر في الدعم في المحافل الدولية. دورة شكلت إضافة نوعية في مسار تعزيز العلاقات الثنائية والتأكيد على قوة روابطها. كانت مناسبة كذلك وبتعليمات من جلالة الملك محمد السادس للتأكيد على دعم المغرب لكل ترشيحات المملكة العربية السعودية، وكانت هناك بلاغات من الدول الملكية لتأكيد الدعم لترشيح المملكة العربية السعودية فيما يخص الإكسبو أو فيما يخص كذلك الاحتضان مقرات بعض المنظمات الإقليمية والدولية. توجه مشترك بين المغرب والمملكة العربية السعودية بهدف الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين والاستثمار في إمكانياتها عبر تسطير توجهات واضحة للعمل المشترك خلال الفترة القادمة. ولمناقشة هذا الموضوع معنا مباشرة من الرباط السيد إدريس الجريني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد، أهلا بك سيدي. العلاقات بين الرباط والرياض في أي مستوى أستاذ جريني؟ أهلا وسهلا. حقيقة أن العلاقات بين المغرب والسعودية هي تمثل حقيقة إحدى العلاقات الأكثر قوة وتجذرا، وهي طبعا من العلاقات المستقرة على المستويين الدولي وكذلك الإقليمي،
وطبعا هناك حضور للدولتين في كثير من المنظمات الإقليمية والدولية، وهناك تنسيق دائم، وهناك كذلك تناغم فيما يتعلق بالمواقف المرتبطة بقضايا إقليمية ودولية. أيضا يعني هذه العلاقات لم تتوقف حقيقة على المستوى الدبلوماسي، ولكن شهدنا على أنها في السنوات الأخيرة ورغم طبعا بعض الإشكالات التي شهدتها المنطقة وخصوصا منطقة الخليج يعني في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه العلاقات تطورت على المستوى الاقتصادي. نذكر على أن العلاقات أو المبادلات التجارية بين البلدين انتقلت إلى ما يناهز ملياري دولار يعني في الآونة الأخيرة تقريبا، وهذا مؤشر يبرز حقيقة على أن هناك تطور رغم البعد الجغرافي، ولكن متانة العلاقات كما قلت الدبلوماسية هي توفر أساسا لمزيد من التطور هذه العلاقة، وخصوصا مع الاجتماع الأخير الذي يؤشر إلى أن هناك رغبة على مستوى عالي بين البلدين لتطوير هذه العلاقات، علما بأن كما ورد في التقرير يعني المملكة العربية السعودية يعني لها مواقف مشرفة من قضية الوحدة الترابية، مثل ما هو الأمر بالنسبة للمغرب الذي دائما يحرص على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية. وطبعا نجد كذلك هذا التأكيد تم في القمة الخليجية المغربية التي تمت قبل بضعة سنوات، والذي التي أكد فيها الطرفان طبعا وقوف بعضهما إلى جانب البعض، وكذلك التأكيد على أمن واستقرار البلدين، ويعني التأكيد كذلك على ضرورة التعاون خدمة للمصالح المشتركة سواء بين البلدين أو بين المغرب والدول الخليجية. أستاذ الجريني، علاقات تعاون بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أين تتجلى أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة المغربية السعودية، وماذا ستقدم لمسارات التعاون بين الجانبين؟ حقيقة أن هذه اللجنة لم تجتمع منذ بضعة سنوات، وهذا راجع طبعا لمجموعة من العوامل المرتبطة بالوضع العربي، وكذلك كما قلت بعض الإشكالات التي شهدتها منطقة الخليج أو الدول الخليجية، ولكن أعتقد على أن هناك رغبة أكيدة من البلدين أو من على مستوى عالي داخل البلدين من أن يتم تفعيل طبعا يعني العلاقات الاقتصادية وتشبيكها خدمة لمصالح البلدين. وأعتقد بأن هذه العلاقات يمكنها حقيقة أن تمثل نموذجا لتعاون عربي مشترك قد يدفع إلى تعزيز هذه العلاقات بما يفيد طبعا المنطقة. من ناحية أخرى أعتقد بأن هذا الاجتماع كان فيه تأكيد على ضرورة تعزيز الإطار القانوني لهذه العلاقات، وكذلك فتح المجال أمام قوى المقاولات والشركات أو القطاع الخاص لكي يعزز كذلك هذه العلاقات، علما كذلك بأن الظرفية اليوم أعتقد بأنها أصبحت تقتضي تطوير هذه العلاقات، خصوصا إذا استحضرنا الإشكالات التي طرحتها جائحة كورونا، وكذلك الإشكالات المرتبطة بما يجري في أوكرانيا وما خلفه من إشكالات مرتبطة بارتفاع يعني أسواق أو يعني المنتوجات النفطية والغاز وغير ذلك. وأعتقد بأن السعودية بإمكانها حقيقة أن تساهم يعني على مستوى تعزيز الاستثمارات من داخل الصندوق الذي يسعى المغرب إلى إحداثه على هذا المستوى، وأعتقد كذلك بأن كل الظروف اليوم مواتية لتعزيز هذه العلاقات، وبالتالي فهذا اللقاء حتما وبحكم يعني وجود كما قلت إرادة عالية من قبل البلدين بإمكانها حقيقة أن تعطي دفعة قوية للبلدين اللذان تربطهما حقيقة علاقات متينة كما قلت، التي لم يعني تحل أو يحل البعد الجغرافي دون تمتينها، ولكن هناك الكثير من الفرص حقيقة بين البلدين التي يمكن استثمارها مستقبلا وفي قطاعات مختلفة، لا من الجانب السعودي أو من الجانب المغربي، بالصورة التي قد تدعم يعني تطوير هذه العلاقات وجعلها فعلا في مستوى العلاقات المتينة والعلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين، التي كما قلت انعكست على الكثير من القضايا التي يتعاطى معها البلدان بقدر من التنسيق وقدر من يعني التعاون، ويبدو أن الطرفان يعني عازمان على تطوير طبعا هذا التنسيق من داخل المنظمات ومن داخل سواء منظمات إقليمية ودولية بما يمكن أن يخدم مصالح البلدين وكذلك مصالح المنطقة العربية والإسلامية في هذا الخصوص.
السيد إدريس القريني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد، شكرا لك على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من الرباط. وفي إطار ترسيخ علاقات التعاون المشترك بين المغرب والسعودية، جرى وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود مباحثات مع عدة مسؤولين مغاربة تناولت المجالات ذات الاهتمام المشترك. عماد أمسمير. شكل لقاء رئيس الحكومة مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية مناسبة لتجديد التأكيد على علاقات التعاون التي تربط بين البلدين. ونوه رئيس الحكومة بالموقف السعودي الداعم وباستمرار لوحدة المغرب الترابية، كما أشاد الجانبان بأهمية عقد دورة جديدة للجنة العليا المشتركة المغربية السعودية باعتبارها الآلية الرئيسية للتعاون بين البلدين. وفي لقاء مماثل جمع رئيس مجلس النواب ووزير خارجية المملكة العربية السعودية، تطرق الجانبان لآفاق تعزيز التعاون بين البلدين وتفعيل انخراط الفاعلين الاقتصاديين في البلدين في دينامية التعاون، مما سيفتح آفاقا جديدة وواعدة للتعاون بين المملكتين. وخلال لقائه مع رئيس مجلس المستشارين، استعرض الجانبان أوجه العلاقات القائمة بين البلدين، حيث عبر عن رغبتهما في النهوض بهذه العلاقات القوية شعبيا ورسميا. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج محادثات مع نظيره السعودي، همت أساسا ترسيخ التعاون المشترك بين البلدين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. في قضية وحدتنا الترابية بجنيف، جددت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية والتي تضم 34 بلدا أمام مجلس حقوق الإنسان التأكيد على دعمها لسيادة المملكة الكاملة على أقاليمها الجنوبية وللجهود الجادة التي تبذلها من أجل تسوية قضية الصحراء المغربية. ورحبت المجموعة في إعلان تم إلقاؤه خلال الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان بافتتاح العديد من القنصليات العامة في مدينتي الداخلة والعيون. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا مباشرة من جنيف السيد محمد أحمد جاين، الأستاذ الجامعي ورئيس المعهد الإفريقي لبناء السلم وتحويل النزاعات. أهلا بك سيدي. أمام مرأة ومسمع المنتدى الدولي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، المغرب يفند بالدليل والبرهان ادعاءات وأكاذيب واستفزازات خصوم الوحدة الترابية. لو تقربنا من مضمون القرار الأممي الأخير في هذا الاتجاه، وفي أي سياق يأتي هذا القرار أستاذ جاين؟ شكرا لك سيدتي، مساء الخير. طبعا القرار الأممي الأخير الذي صدر عن اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، وهي آلية تعاقدية يعني تتوجه للدول الأطراف لضمان التزامهم واحترامهم التزاماتهم الدولية، هذا القرار يهم قضية الانتهاكات التي طالت الشاب مربيه أحمد محمود أدى، الذي كان من ضحايا الانتهاكات الجسيمة بمخيمات تندوف. وهذه الانتهاكات كانت موضوع نظر أمام اللجنة الأممية لحقوق الإنسان. طبعا هذا القرار يشكل رسالة لجبهة البوليساريو ومعها أيضا البلد المضيف بأنه هذه الانتهاكات لن تمر بدون عقاب. اليوم المنتظم الدولي يعرف ما يقع بمخيمات تندوف من انتهاكات طال أمدها، تطال ساكنة لا تتوفر لها الآليات الحمائية الضرورية، وهي تتواجد على أرض بلد يعني طرف في التزامات دولية يجب أن يحترمها. السياقات العامة طبعا من بينها ما نشهده اليوم من تنامي لمنسوب السخط داخل مخيمات تندوف، نظرا لاستمرار هذا الطوق المطبق على مخيمات تندوف واستمرار الانتهاكات التي تطال ساكنة مخيمات تندوف. اليوم نشهد كسرا لحاجز الصمت، هناك يعني مدونين وقادة رأي ونشطاء يعني تمكنوا من إصرار صوتهم للآليات الأممية، حتى أصبحنا نشهد قرارات من هذا القبيل تصدر عن هذه الآليات الأممية، تدين يعني البلد المضيف وتحمله المسؤولية في حماية ساكنة مخيمات تندوف التي توجد على ترابها. وهذه كلها لا شك تراكمات إيجابية تسير بنا في الاتجاه الصحيح، حتى نضع حدا لهذه الانتهاكات
ونحمل المسؤولية لمن يجب أن يتحملها. أستاذ جاين، المجتمع الدولي يدعم بقوة مخطط الحكم الذاتي والزخم الدبلوماسي يراكمه المغرب في ملف وحدته الترابية من خلال احتضان الأقاليم الجنوبية للمملكة لحوالي 30 بعثة دبلوماسية وقنصلية، أضف إلى ذلك دينامية تنموية اقتصادية واجتماعية وحقوقية بهذه الربوع. في مقابل ذلك ما زالت معاناة المحتجزين بمخيمات تندوف مستمرة في خرق سافر للقانون الدولي والإنساني. أستاذ جاين، إلى أي حد معطيات القرار تدين بالواضح الجزائر وتحملها مسؤولية ما يقع في مخيمات الاحتجاز؟ لا شك سيدتي أن هذا التقابل الذي قدمته هو قائم، تقابل بين واقعين متناقضين، واقع الزخم التنموي الذي تعرض الأقاليم الجنوبية، ولكن واقع الانتهاكات التي تستمر داخل مخيمات تندوف التي هي موضوع هذا القرار الأخير الصادر عن اللجنة الأممية لحقوق الإنسان. من بين ما جاء فيه تجديد التنديد بالتفويض غير القانوني الذي يعني من طرف الجزائر البلد المضيف اللي هو دولة طرف عنده التزامات دولية، هذا التفويض القانوني للولاية القضائية للبلد المضيف لصالح كيان مسلح لا دولتي يدير مخيمات تندوف بشكل غير قانوني. هذا التفويض يشكل غطاء لهذه الانتهاكات كما جاء في هذا القرار الأممي الأخير. اليوم نتكلم عن فراغ في السلطة الحمائية للبلد المضيع، يعني حماية ساكنة مخيمات تندوف تقع على الدولة الطرف. وللإشارة، التنديد بغياب هذه الآليات الحمائية كان أيضا من طرف منظمات دولية سابقة منها Human Rights Watch. التقرير أيضا وقف على الانتهاكات المركبة التي تعرض لها الشاب الصحراوي مربيه أحمد محمود أدى، نتكلم عن اختفاء قصري لمدة معينة، نتكلم عن اعتقال تعسفي، نتكلم عن تعذيب. هذه الانتهاكات المركبة هي اليوم موضوع تنديد من طرف الآليات الأممية، والبلد المضيف بنفسه حسب القرار الذي صدر عن الآليات الأممية اعترف باعتقاله لهذا الشاب بتندوف وتسليمه للبوليساريو. نتكلم عن مدني يتم اعتقاله من بلد من دولة طرف على ترابها وتسليمه لكيان مسلح على تراب هذا البلد، لنفهم يعني طبيعة هذا الانتهاك. أيضا القرار طالب بثلاث أشياء مهمة. الأولى، طالب بإجراء تحقيق نزيه ومستقل حول هذه الانتهاكات، الانتهاكات التي طالت مربي أحمد محمود، ولكن الانتهاكات التي طالت من سبقه من الصحراويين الذين تعرضوا للانتهاكات. المسألة الثانية، التقرير طالب بمحاسبة الجنات وضمن عدم الإفلات من العقاب. للأسف قيادة جبهة البوليساريو لا زالت تستفيد من غطاء من طرف البلد المضيف، ولا زالت تتمتع بالإفلات من العقاب ضدا على التزامات البلد المضيف. النقطة الثالثة، وهي المطالبة بجبر الضرر للضحايا، وجبر هذه النقط الثلاثة تقع على مسؤولية الجزائر وحدها دون غيرها. أستاذ جاين، سؤالي الأخير هو أي أفق للعمل الحقوقي والترافعي أمام الآليات الأممية من أجل وضع حد لانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف؟ لا شك بالنظر لهذه التراكمات الإيجابية جدا، تراكم في القرارات الصادر على الآليات الأممية التي تندد بهذه الانتهاكات وتحمل المسؤولية للجزائر كبلد مضيف، هذه التراكمات يعني تبعث الكثير من التفاؤل لكل الفاعلين الحقوقيين. اليوم البوليساريو والجزائر كانوا يظنون أنه بإمكانهم إقبار الحقيقة، حقيقة هذه الانتهاكات، وكانوا يظنون بأنه سيستمر هذا الإفلات من العقاب، لكن المؤشرات الإيجابية الصادرة على الآليات الأممية تشجعنا على مواصلة العمل. وأظن بأن الفاعلين الحقوقيين من الأقاليم الجنوبية الحمد لله يطلعون مسؤولياتهم اليوم، وهذه هي إحدى ثمار الاستثمار في العنصر البشري بالأقاليم الجنوبية الذي يشارك في كل الديناميات الدولية، سواء دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة، ولكن أيضا في إيصال الأصوات الضحايا الذين يتعرضون لانتهاكات بمخيمات تندوف. السيد محمد أحمد جاين، الأستاذ الجامعي ورئيس المعهد الإفريقي لبناء السلم وتحويل النزاعات، شكرا لك على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من جنيف. ونبقى بجنيف وحفل تقديم كتاب المغرب إمكانات حاملة للتغيير للبحث المغربي المتخصص في شؤون التنمية نور الدين عباد بحضور نخبة من الشخصيات من مختلف المشارب. ويسلط الكتاب الضوء على جهود التنمية التي شهدها المغرب على مدى العقدين الماضيين بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. المزيد مع لطيفة بن حليمة وحسناء مساوي.
في إصداره الجديد المغرب إمكانات حاملة للتغيير، يسلط الكاتب الضوء على ما يزخر به المغرب القوي بهويته الإفريقية من طاقات وإمكانيات متعددة تسمح له بخلق الظروف المواتية لدعم وتنمية القارة الإفريقية في سياق الأزمة المالية والاقتصادية الدولية. ويسجل الكاتب أنه بقيادة ملك حداتي مكنت التطورات التي تحققت في السنوات العشرين الماضية المغرب من بلوغ مستوى اقتصادي كاف للمساعدة في تحديث إفريقيا وبالتالي تحقيق وعد إفريقيا حديثة ومتجهة نحو المستقبل. اليوم بفضل جلالة الملك مكنت الرؤية الملكية من وضع المغرب على سكة الإقلاع. المغرب يساهم بشكل كبير في تنمية إفريقيا والمملكة تلعب دور القاطرة بالقارة. الكتاب يتحدث بالخصوص عن التطور الذي عرفته عدة قطاعات استراتيجية بالمغرب والتي مكنت من تعزيز القدرة التنافسية للمملكة لتكون فاعلا دوليا أساسيا. الكاتب تناول في مؤلفه سلسلة من القضايا المرتبطة بشكل خاص بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية في المغرب، التنمية الصناعية، التعليم والتكوين المهني، البيئة الاقتصادية ومناخ الأعمال، النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية، ودور المغرب كقاطرة للتنمية القارية. المغرب بلد رائد في عدة مجالات، يساهم في عملية التنمية بالقارة الإفريقية خاصة في مجالات الفلاحة والتجارة وأيضا الرقمنة. نحن نحتاج إلى التعاون مع المغرب لضمان النهوض بالثورة الصناعية الصاعدة بإفريقيا. برأيي فإن الأحداث الأخيرة قد بينت على صمود الاقتصاد المغربي أمام ظرفية دولية صعبة. المغرب وخلافا لعدة دول تمكن من تحقيق استقلاليته في مجال التزود بمادة القمح وعلى مستوى التزود بالغاز، وهذا يمكن إثباته، وهذان العاملان الراهنان يبرهنان على قدرة وصمود اقتصاد البلاد. حفل توقيع الكتاب الجديد كان مناسبة أشادت فيها عدة شخصيات بما يشهده المغرب من تطور بقيادة جلالة الملك محمد السادس. أنا فخور بأني ولدت بالمغرب، وبلد الانفتاح، السلام والتعايش، وأتمنى أن يحفظ الله المغرب وجلالة الملك محمد السادس. محمد السادس ربي يخلي لنا ربي يطول عمره. هو كتاب جد مشرف يعكس الرؤية، يعني الرؤية التنموية بالأرقام وبالحقائق الساطعة وبالمقارنات أيضا. هو كتاب ملهم، أتمنى أن يقرأه الكل. المؤلف أبرز أيضا دور المملكة كفاعل رئيسي في التغيير في شمال إفريقيا وفي الوساطة متعددة الأطراف في العديد من النزاعات والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط. في قضية وحدتنا الترابية، وخلال الاجتماع السنوي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بنيويورك، جددت كل من السنغال وغامبيا وليبيريا دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي كحل لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية في إطار الوحدة الترابية للمملكة. ممثل هذه البلدان أكدوا على موقف موحد تجاه مسألة الصحراء المغربية الداعي إلى احترام وحدة وسيادة المغرب. وخلال اجتماع اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، استنكر المحجوب السالك العضو السابق في المكتب السياسي للبوليساريو الاستبداد والسلطة المطلقة لقادة البوليساريو التي تقوم على القبلية وإقصاء السكان الأصليين الحقيقيين للصحراء. السيد السالك دعا خلال مداخلته المجتمع الدولي لدعم مخطط الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد الكفيل بوضع حد لهذا النزاع. عدغني جبار وسعيد إجازي. مع توالي الأيام، أضحى مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب بغية الطي النهائي لنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، يحظى بدعم متنامي في أوساط الصحراويين في مخيمات تندوف، معطى تم التأكيد عليه من طرف البشير السالك المنسق العام لطيار خط الشهيد أمام أعضاء اللجنة 24 للأمم المتحدة. وبعد 20 سنة من معارضة قيادة البوليساريو، تأكدنا أنه لا أمل في إصلاح هذه القيادة لأن قرارها ليس في يدها.
لهذا وجدنا أن أهالينا الذين يعانون استاد خيام 50 سنة في المخيمات أصبح أمام حلين اثنين إلى ثالث لهما، إما البقاء في الحمادة إلى ما لا نهاية وهو جحيم لا يطاق، وإما الحكم الذاتي. لهذا دعونا المجتمع الدولي إلى مساعدة المغرب وتشجيعه لتطبيق الحل القابل للتطبيق له الحكم الذاتي لعيش الصحراويين فوق أرضهم ضمن الضمانات الدولية في ذات الحق والقانون، لما تقوم به البوليزارو حاليا. ومن يتستر وراها ليس لا حكما ذاتيا بئيسا فقيرا حقيرا وخارج الوطن وفوق التراب الجزائري. ويأتي هذا الدعم المتنامي من طرف الصحراويين وبعض مؤسسي البوليساريو بعد أن أشادت دولا كالولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا ومؤخرا إسبانيا بمقاربة المغرب، مبرزة أهمية مخطط الحكم الذاتي في تسوية هذه القضية، ومؤكدة أن مخطط الحكم الذاتي يعد المسار الوحيد الكفيل بوضع حد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل. الدعم الإسباني والوقف الإسباني الأخير كان ضربة قاتلة ما تحلم به قيادة البوليزاريو والجزائر. والدعم الدولي للمغرب وللحكم الذاتي ظهر جليا في اللجنة الرابعة من خلال مداخلات الدول الكثيرة اللي كانت تدعم الحكم، كانت ضربة قوية لما ما تقوم به قيادة البوليزاريو والجزائر. أكدت لهم على أن العالم عارف على أن النزاع لن يأتي بنتيجة، وعلى أن الحل ممكن والمقبول للتطبيق هو الحكم الذاتي في إطار الدولة المغربية. وإذا وقع الحكم الذاتي ويسيرون الصحراويين أنفسهم وأمورهم وشؤونهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية لن يبقى أحد في الحمادة إلا الجزائريين الذين نياتوا الصحراويين سيرجعون إلى وطنهم، لأنهم يشاهدون أن أبنائهم يسيرون أرضهم وثرواتهم وخيراتهم. إذا كيف أبدل أرضي ووطني والبحري بجحيم في الحمادة درجة الحرارة في الآن 56 درجة؟ هذا تأكد لدى العالم على أن هذا الموقف الدولي للموازنة الحكم الذاتي أكدت وأثبتت أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء هذا النزاع الذي طال أكثر من اللازم. تمكنت الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك من كسب دعم سياسي جراء تأييد عربي وإفريقي ودولي للوحدة الترابية للمملكة والالتزام بحل النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء داخل إطار الحكم الذاتي، وهو الموقف الذي تم التأكيد عليه خلال أشغال اللجنة 24 للأمم المتحدة. الوجهة الآن أقاليمنا الجنوبية. الداخلة تستقبل وفدا برلمانيا وسياسيا من الإكواتور ووفدا من رجال الأعمال البنميين للاطلاع على مسلسل التنمية وفرص الاستثمار بالمنطقة. بكار الدليمي ومحمد يدس. اطلع وفد هام من رجال الأعمال البنميين ومستثمرين على فرص الاستثمار الواعدة بجهة الداخلة وادي الذهب والطفرة التنموية التي تشهدها هذه الربوع من المملكة. We came together with a mission, a commercial mission to explore. جميلة جدا هذه المنطقة، سعداء جدا باكتشافها والتعرف على تراثها الثقافي وقضى وقت ممتع. كانت لدينا فرصة لاكتشاف المؤهلات التي تتميز بها الجهة سواء الاقتصادية أو في مجال الحكامة. نحن فعلا جد منبهرين بحفاوة الاستقبال وأيضا بالأنشطة الاقتصادية وبالتنمية التي تعرفها جهة الداخلة. تواصل مدينة الداخلة جذب المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين من أمريكا اللاتينية الذين يسعون إلى الاستفادة من فرص الأعمال التي توفرها المنطقة وتوطين استثماراتهم. وفد يمثل الإكوادور يواصل زيارته لمدينة الداخلة. أشعر بالفخر لوجودي في المغرب ومشاركتي في هذا الحدث. هذه الزيارة تعتبر سيرورة لتعزيز العلاقات الثنائية والشراكة بين المغرب والإكوادور، فالبلدان بينهما وشائج من الصداقة. المغرب بلد مضياف. تتوفر جهة الداخلة وادي الذهب على فرص استثمارية متعددة خاصة في المجال الصناعي التي تهم المستثمرين بأمريكا اللاتينية. الزيارة المكثفة لهؤلاء المستثمرين من القارة الأمريكية تأتي لاستكشاف فرص الاستثمار والتجارة والتعرف على المزايا الممنوحة للمستثمرين حيث المساعدة والدعم. وبالدخلة دائما تم إطلاق منصة الدخلة ماركت، وهي مبادرة ممولة من طرف الحكومة الأمريكية بهدف تسويق منتجات الصناعة التقليدية بجهة الدخلة وذي الذهب. وتتطلع منصة الدخلة ماركت لأن تصبح مرجعا في مجال تسويق منتجات الصناعة التقليدية لجهة الدخلة وذي الذهب في خدمة جميع صناع التقليديين المحليين من خلال تمكينهم من تسويق منتجاتهم عبر الإنترنت بفضل موثوقية تقنيات التجارة الإلكترونية.
في مجال التعاون الأمني بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي زيارة عمل للولايات المتحدة الأمريكية خلال يومي 13 و 14 يونيو الجاري، وذلك على رأس وفد أمني ضم مدراء وأطر من المصالح المركزية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تجسد متانة التعاون الثنائي الذي يجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات الأمنية، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، كما أنها تأتي في سياق مطبوع بتعزيز وتطوير الشراكة الأمنية القائمة بين المصالح الأمنية المغربية والوكالات الفيدرالية الأمريكية المكلفة بالاستخبارات وتطبيق القانون. الآن إلى جديد الحالة الوبائية، حيث تم تسجيل 1568 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل تعافي 904 أشخاص خلال 24 ساعة الماضية. أما بخصوص عملية التلقيح فقد بلغ عدد الملقحون بالجرعة الثالثة 6,500,439 شخصا. منح الإصابات الجديدة بكوفيد 19 في ارتفاع متواصل، التلقيح يظل السلاح الفعال لكسب المعركة ضد الوباء الذي لم ينتهي بعد. لاستكمال مسار التمنيع، مراكز التلقيح تستمر في استقبال المواطنين. الصورة من فاس مع ياسر العمراني ومصطفى الزاهري. حالة الإصابة بوباء كورونا أصبحت تتجاوز 1,000 حالة يوميا، كما كان الأمر في بداية انتشار الجائحة. خطر الوباء لا زال محدقا بنا، ما يفرض مواصلة الالتزام بتدابير الاحترازية أكثر من أي وقت مضى. بالنسبة للكوما لاحظنا في الأماكن العمومية مابقاوش الناس كيديروا هذا، دابا كاين واحد النوع من التراخي، وبنادم خصو ياخذ الحيطة والحذر ديالو، ما يحاول ما أمكن يدير الكوما فيها على البيسينات، الطوبيسات، القهاوي. الناس ما تدير لك كوما لا حتى شي حاجة، ما كتحترم حتى شي حاجة، وتطلبوا من الناس كل واحد يدير الكمامة ديالو في المكان العمومي في الإدارات في قهوة عامرة، فهذا بنادم يحترم داكشي اللي تيقولوا المسؤولين، وبنادم يحاول اللي ما دارش الجرعة الثالثة يمشي يديرها. في بعض الحالات وببعض الأماكن استهتار وتراخ في الالتزام بتدابير بسيطة كارتداء الكمامة والمحافظة على مسافة الأمان، وما قد يضاعف من حالات الإصابة التأخر في تلقي الجرعة الثالثة المعززة. جيت سيدي اليوم على ود الفاكسين باش ندق على تخوازيام دوز إن شاء الله. أولا حيت كتعزز المناعة ديالنا، ثانيا باش نحمي راسي ونحمي لونتوراج ديالي، لافامي، الناس اللي كنتلاقى بهم في خدمة ولا في الزنقة. أعداد الإصابات تزايدت في الآونة الأخيرة، ما يتطلب رفع درجة الوعي واليقظة. نعيش في هذه الأيام أجواء من ارتفاع طفيف لبعض الحالات، وارتفاع يعني يأتي في سياق يعني تطور الوباء، يلزمنا بأن يعني نتقيد يعني بالإجراءات والحيطة والحذر. هذه الجرعة الثالثة هي لا زالت فعالة ولا زالت ضرورية من أجل يعني استمرار الاستقرار، هذا الاستقرار النسبي إن شاء الله اللي كنعيشه. ويبقى الالتزام بالإجراءات الاحترازية مسؤولية جماعية للحماية من الوباء وتقليص دائرة انتشاره. وللمزيد من المعطيات حول الوضع الوبائي ببلادنا ينضم إلينا مباشرة من أكادير البروفيسور عبد المجيد الشرايبي عميد كلية الطب والصيدلة بأكادير. أهلا بك بروفيسور. الإصابات في منحة تصاعدي بعد فترة من استقرار المؤشرات الوبائية، شنو هي الخصوصية؟ مرحبا. إذن بروفيسور، شنو هي خصوصية ديال هذه المرحلة، وهل تأكد دخول المغرب الموجة جديدة خلال قراءتكم للمؤشرات الحالة الوبائية بروفيسور الشريبي؟ شكرا جزيلا. إلى سمحتي وتنتهز الفرصة باش نتمنى الشفاء العاجل لجلالة الملك محمد السادس باسم الخاص وباسم رئيس جامعة بن زهر، وكذا باسم جميع أساتذة والإداريين والطلبة لهذه الجامعة التي تمتد جغرافيا من أكادير إلى الدخلة. بالنسبة لهذه الموجة الجديدة، في الحقيقة لتميزها أولا أنها التوقيت ديالها، التوقيت جاء بعد الإقلاع
ديال العمليه السياحيه والدخول عمليه مرحبا، وثم لقرب عيد الاضحى. وحنا عندنا تجربه مع الاسف ديال السنه ديال سنتين فايتتين، ولكن اللي تيميز هذه السنه هو ان الحمد لله لحد الان المتحول السائد هو اوميكرون، اللي معروف انه الاعراض ديالو في الجهاز التنفسي العلوي، ولكن نسبه الاماته ضعيفه وتكاد يعني تكون صفر، الا اننا مثلا اليوم ذكرت ان شفنا اكثر من 1500 حاله، ولكن في هذه 1500 حاله كاين 12 حاله حرجه اللي جعلت لنا المجموع ديال الحالات الحرجه اكثر من 47 حاله. فهاد 47 حاله هي اللي تكون شكل الخطر ديال الموجه، واللي يمكن لا قدر الله تزيد في نسبه الاماته، لان هذه الحالات الحرجه يمكن انها تبقى في الانعاش بعد الايام او الاسابيع، وانها تؤدي الى عواقب خطيره ويمكن الى وفاه بعض الاشخاص. بروفيسور، الانتقال من المستوى الاخضر الضعيف الى المستوى البرتقالي المتوسط خاصه بالمدن الكبرى كيحيلنا على سؤال، واش مازال غادي نشوفوا اكثر من هذه الارقام اللي تسجلت في الايام الاخيره؟ في الحقيقه كورونا نعرفوا هذه 30 شهر، وبينا بزاف من وجوهه، يعني الوجوه الخفيه، وبينا انه خص لابد الانسان يبقى في حذر. فإلا شفنا يمكن هذه 15 الاسبوع اللي فاتت كانت يعني وصلنا واحد المره واحد اليوم 50 حاله، فبقات الحاله تتصاعد شويه بشويه. ف يعني اذا بقات الامور على حاله، يعني التراخي ديال المواطنين، يعني عدم احترام بعض الوسائل الاحترازيه، فلا قدر الله يمكن هذا المنحه يرتفع. وكما قلت، رغم ان الاماته ضعيفه، ولكن يمكن انه يصيب بعض الاشخاص المسنين، بعض الاشخاص اللي عندهم مرض السكري، بعض الاشخاص اللي عندهم نقص في المناعه، وبعض الامراض اخرى اللي هما تيكونوا الاشخاص اللي ما خداوش تلقيح اما بصفه كامله او كاع ما خداوش. هادو كلهم اشخاص معرضين للاصابه الخطيره، ورغم انه هذا مرض اوميكرون يمكن نقولوا بانه اقل شراسه من دلتا. بروفيسور، ارتداء الكمامه والتلقيح الكامل اجراءات سهله وما كتطلبش مجهود كبير، لكنها صمام امان المواجهه تطورات اي موجه وبائيه. فين كتجي مسؤوليه المواطن الفرديه في هذه المرحله بروفيسور الشريبي؟ تماما، المواطنين المغاربه بحال المواطنين العالم كله عرفوا اوميكرون، عرفوا كوفيد 19 كجائحه منذ عامين ونص، وعرفنا العدوى ديالو انها ستنتشر عن طريق الانتقال المباشر يعني الرذاذ، ولكن ايضا عن طريق بعض المسائل اللي تيلبسها، اشياء تيلبسها المريض، لان هذا الفيروس ما يمكنش يعيش خارج الجسم البشري، ولكن يمكن يعيش بعض الساعات وبعض الايام. اذا شنو هو الحل؟ الحل واضح، هي المسائل الوقائيه. كاين بعض الادويه اللي انت تجرب للشفاء، وكاين بعض الادويه اللي تتعطى كجميع الامراض الفيروسيه والامراض اللي تعطي الحمى، ويمكن تعطي المسائل للمرضى تيوصلوا للانعاش، ولكن المسائل الوقائيه هي اللي مهمه، ومازال حاليا مازال قائمه. هي شنو هي؟ اولا التلقيح، ثانيا التباعد الاجتماعي، ثالثا الكمامه، ارتداء الكمامه، ورابعا النظافه بالماء والصابون، لانه او بالماء المحلول الكحولي، لانه تبين انه هذا الكوفيد 19 هو انه تيزول تماما بهذه الوسائل، والوسائل بسيطه. مع الاسف في هذه الاسابيع الاخيره من حاله القصات، الناس بحال اللي كاع نساو انه دازت عليهم واحد الجائحه، واحد المصائب. ما كاينش فينا اللي مثلا في الاسره ديالو الصغيره او الكبيره فقد واحد الشخص، ولا كان واحد الشخص مريض، ولا هو نفسه مرض. فحذاري اننا يمكن ان اذا كانت تراخي
وانه الناس ما بقاوش يتتزموا بالكمامه وبمسائل احترازيه، يمكن اننا نشوفوا ارتفاع، خصوصا واننا كما قلت يعني السياح جايين، المغاربه المقيمين في الخارج جايين، السفر غيكون كثير في عيد الاضحى، فلا بد من 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 احتراز، ولا بد من المحافظه على صحه المواطنين. واخا الانسان الشباب بعض المرات يكون تيصاب وما تيقال والو، ولكن مع الاسف ملي تدخل الدار مثلا او تلقى مع الناس المسنين تيمكن يصيبهم، ويمكن هو ما كيكونش كاع عنده اعراض، ويمكن يصيب الناس الكبار، ويكون هذاك الناس الكبار يكونوا مع الاسف مرضى، ويمكن لا قدر الله يموتوا. وهذا اللي خصنا نتجنبوه كثيرا، وخصكم مسؤوليه ديال المواطنين. فكره واضحه. بروفيسور عبد المجيد الشرايبي عميد كليه الطب والصيدله باكادير، شكرا لك على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشره من اكادير. بمراكش تتواصل أشغال المؤتمر الدولي السابع لليونسكو لتعلم الكبر ببرنامج علمي غني يناقش العديد من الجوانب المرتبطة بتعليم الكبر. هذا المؤتمر تميز بتوقيع اتفاقية للتحضير لإنشاء المعهد الإفريقي لتعلم مدى الحياة الذي اقترحه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأعلن عنه في الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المؤتمر. أمين علام وحسن مسكور. دور تعلم الكبار والتعلم مدى الحياة في مواجهة التحديات التي تعترض البشرية من قبيل التحولات المناخية وتلك التي طرأت على المجتمعات بسبب جائحة كوفيد-19 والثورة الرقمية شكلت موضوع ورشات عمل المؤتمر الدولي السابع لتعلم الكبار. موضوع التربية على المواطنة حاضر كآلية للتصدي للتحديات المجتمعية من خلال عدة محاور. جعل العملية التعليمية مغطية للمحاور السبعة لمجال التعليم والتعلم، وذلك من خلال التملك. المحور الأول هو المحور الوجودي، المحور الثاني الفكري، المحور الثالث الوجداني، المحور الرابع الاجتماعي، الخامس الدولي، والسادس الكوني، ثم النفسي الحركي بالنسبة للأطفال واليافعين والشباب. قدمت مشروعا قمنا بإنجازه بشراكة مع الرابطة الوطنية لمحاربة الأمية والتعاون الاجتماعي، بغية تعليم الكبار ومنحهم فرصة أكبر للرفع من مستواهم الثقافي. دعوة جلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال هذا المؤتمر لإنشاء المعهد الإفريقي للتعلم مدى الحياة شكل لحظة قوية خلال هذه التظاهرة، وللتنزيل هذا المشروع تم توقيع اتفاقية لإنشاء هذا المعهد في أقرب الآجال، والذي سيشكل منصة لتطوير قدرات المؤسسات والفاعلين في المجال وتطوير التبادل والتعاون بين مدن التعلم الإفريقية. توقيع على هذه الاتفاقية هو خلق واحد النواة ديال معهد إفريقي للتعليم للتعلم مدى الحياة. في الحقيقة هذا المعهد احنا ما بغيناهش بناية، احنا بغيناه يكون معهد كنا نقولوا غير مادي، اللي هو مبني على واحد الشبكة ديال المعاهد اللي هي كاينة إما داخل المغرب، وحنا عندنا واحد العدد ديال المعاهد اللي هي عندها بعد إفريقي. مبادرة رائدة من المغرب تعزز سياسة المملكة لترسيخ التعاون جنوب جنوب من خلال إحداث هذا الفضاء الذي سيكون رافعة لتيسير الحق في التعليم للجميع ولبلوغ أهداف التنمية المستدامة. تم انتخاب المغرب عضوا في لجنة حدود الجرف القاري للفترة 2023-2028 خلال اجتماع 32 لدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المنعقد بنيويورك. بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أوضح أن ترشيح المغرب بشخص البروفيسور ميلود الوكيلي حصل على 117 صوتا عقب حملة ترويج دبلوماسية مكثفة عبأت كامل الجهاز الدبلوماسي المغربي. أبرز البلاغ أن هذا النجاح الانتخابي يشهد أيضا على المصداقية الكبيرة التي تتمتع بها الاستراتيجية البحرية للمملكة وفقا للرؤية السامية لجلالة الملك للنهوض بالاقتصاد الأزرق كرافعة لتنمية إفريقيا. في المجال السياحي، بعد توقف اضطراري بسبب الجائحة تعود السفن السياحية للرسو بموانئ المملكة. ميناء طنجة المدينة استقبل ثالث سفينة سياحية قادمة من إسبانيا. هذه الحركية السياحية ستسهم في إنعاش الدينامية الاقتصادية بعاصمة البوغاس. وفاء اليعقوبي وسعيد ناجح. جاءت من إسبانيا متجهة نحو ميناء البرتغال، واختير ميناء طنجة المدينة للرسو،
وعلى متنها 100 سائح من جنسيات مختلفة، فرصة للتعريف بالمنتوج السياحي المغربي. توفدت علينا من ميناء بورتو بانوس في إسبانيا، وإن شاء الله غدا توجه لميناء بورتيماو في البرتغال. في إطار تعريف منتوج سياحي لشمال المغرب، تم تبرمجة واحد الرحلات سياحية الأصيلة وتطوان وطنجة باش تعرف بالمنتوج المحلي ديال هاد المدينات. وهذا الانفراج الحمد لله اللي شهدوا الميناء مكن من إنعاش مجموعة من الخدمات داخل وخارج الميناء. بعد ركود دام لفترة ليست بالقصيرة بسبب الوباء، توافد هذه البواخر على ميناء طنجة المدينة أنعش العديد من الخدمات داخل وخارج الميناء، وهذا يغري السياح حتى العابرين منهم بالحودة. جميلة جدا هذه المنطقة، سعداء جدا باكتشافها والتعرف على تراثها الثقافي وقضى وقت ممتع. فعلا إنها منطقة جميلة جدا وتغري بالزيارة مرة أخرى، إنها المرة الأولى التي أزور فيها المغرب. من المنتظر توافد أكثر من 30 باخرة سياحية على ميناء طنجة المدينة إلى غاية ما تم هذه السنة. نبقى بطنجة ولكن في المجال الحقوقي، هذه المرة تعزيز دور النيابة العامة لتوفير حماية ناجعة للمرأة ضحية العنف محور دورة تكوينية لفائدة مسؤولين قضائيين يؤطرها خبراء وطنيون ودوليون. هذه الدورة تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا. قيس محسن وسعيد ناجح. تمكين المسؤولين القضائيين من تعزيز معارفهم حول المعايير الوطنية والدولية في موضوع العنف ضد المرأة هو الهدف من هذه الدورة التكوينية التي ناقشت كذلك مضامين البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف والذي يسائل كافة المتدخلين المعنيين بالحماية القضائية. كما تطرح هذه الدورة التكوينية للنقاش موضوع زواج القاصر وأدوار النيابة العامة لمكافحته وموضوع العنف في إطار العمل المنزلي وكافة صور العنف التي يمكن أن تتعرض لها المرأة. الدورة شكلت مناسبة كذلك للمسؤولين القضائيين لفتح نقاش حول الإشكالات التي تعترض التطبيق السليم لكل المضامين المرتبطة بالحماية الجنائية للمرأة والوقوف على الممارسات الفضلة لتجاوز هذه الصعوبات. من المهم جدا القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ومن المهم كذلك تبني قوانين واتفاقيات تجرم هذا العمل، ولكن الأهم من كل ذلك هو كيفية تطبيق هذه القوانين بالشكل الصحيح، وهنا تظهر أهمية هذه الدورة التكوينية بالنسبة للمسؤولين القضائيين. هو لقاء علمي وأكاديمي هدفه توحيد الرؤى والتوجهات والتوافق حول أنجع السبل لتحقيق تكفل ناجع بالنساء ضحايا العنف. بإقليم تازا شب يوم أمس حريق بغابة شيكر باب بودير ملتهما مساحات هامة من الغطاء الغابوي، وتم استخدام طائرات من نوع كنادير لإخماد الحريق والسيطرة عليه في عملية تعبأت لها مختلف القوات لإخماده. التفاصيل مع رضا عواو ومصطفى الزهيري. بالجامعة الترابية باب بودير ضواحي مدينة تازا، ومنذ عشية يوم أمس شهدت اندلاع حريق أتى على قرابة 190 هكتارا كحصيلة مؤقتة. التقلبات المناخية والمتمثلة في عوامل الرياح والحرارة المرتفعة صعبت من مهمة إخماد الحريق بواسطة طائرة الكنادير. بفضل تضافر الجهود اللي قمنا بها وقامت بها المصالح الخارجية ومصالح السلطة والقوات المساعدة والدرك الملكي والعجال المياه والغابات والقوات المساعدة لكانت الفاجعة أكبر، ولكن الأمر الحمد لله تحت السيطرة وماشي في من حسن إلى أحسن. وتواصلت عمليات الإخماد التي شاركت فيها فرق الوقاية المدنية والمياه والغابات والقوات المسلحة الملكية، القوات المساعدة، الدرك الملكي والسلطات المحلية. الحريق الذي اندلع يوم أمس 15 يونيو 2022 على الساعة 5 مساء، وعلى إثره تم انتقال جميع المتدخلين من سلطة محلية مياه وغابات درك ملكي وقاية مدنية وقوات المساعدة
إلا أن الظروف المناخية التي عرفتها المنطقة والمتمثلة في الرياح القوية والحرارة المفرطة حالت دون السيطرة على الحريق في الوقت المناسب وفي حينه، إضافة لما تم تسجيله من إكراهات جوية ومناخية على مستوى سهل سيس ومشارف مدينة تازة عرقلة تدخل طائرة الكنادر في نفس اليوم. غابات إقليم تازة تشهد بشكل دوري حرائق مشابهة نظرا لخصوصية الموقع الجغرافي المرتفع للمنطقة وموجات الحرارة المفرطة خاصة في فصل الصيف، فيما السبب المباشر لاندلاع الحريق لا زال في طور البحث المباشر من طرف السلطات المختصة. في الميدان الرياضي برسم الدورة 25 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، فاز فريق الرجاء الرياضي على ضيفه فريق الوداد الرياضي بهدفين للا شيء في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. أقوى لحظات هذا الدربي مع محمد بن تركة. النسخة 132 للدربي بين الكبيرين الرجاء والوداد الذي لا زال نفسيا منتشيا بالتتويج بالأميرة السمراء. إنه الدربي الصامت في غياب تام لجماهير الحمر والخضر بمدرجات المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. الدقيقة 19 حكم المباراة يرفض هدفا للوداد الرياضي عبر لاعبهم بنزا بداعي التسلل وبإعاز من تقنية فيديو الفار. وبينما كانت سفينة الشوط الأول سترس بأمان، حميد أحداد يغير الوجهة ويحصل على ضربة جزاء أقرها حكم الوسط والفار، وانبر لها بنجاح عميد الخضر محسن متولي الذي لعب الديربي رقم 19 له وهو في سن 36 ونيف. محسن متولي دون هدفه الخامس في تاريخ الديربي. الشوط الثاني كان سجالا بين الكبيرين رغم نسبة امتلاك الكرة للرجاء الرياضي، وفي الدقيقة 86 مرة أخرى يحصل فريق الرجاء البيضاوي على ضربة جزاء، ومرة أخرى صاحب الاختصاص محسن متولي يدون الهدف الشخصية الثاني له ولفريقه الرجاء، وهو الهدف السادس في الدربيات ليقترب رويدا رويدا من الهداف التاريخي للدربي سعيد غاندي، ويعتبر متولي أكبر لاعب سجل في الديربي. طرد في حق لاعب الوداد والرجاء وانتصار للخضر سيشعل المنافسات على بعد 5 دورات عن نهاية الموسم الكروي الحالي. الوداد في الريادة ب53 نقطة بفارق نقطة عن المطارد الرجاء الرياضي. رياضيا دائما، انتخب الجمع العام الذي عقده فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم اليوم رسميا عزيز البدراوي رئيسا جديدا للفريق، وتعهد الرئيس الجديد للنادي بقيادة الفريق لتحقيق المزيد من الألقاب وبفتح باب الحوار مع مكونات النادي. صور أخرى إلى إيطاليا، العلماء الإيطاليون تمكنوا من اختراع كلب آلي اسمه سبوت قادر على أن يجوب أنقاض مدينة بومبي الأثرية ودخول المساحات الضيقة. مهمته جمع البيانات لاستخدامها في رصد حالة المواقع الأثرية وتتبع أعمال الترميم. سبوت كلب آلي أتى من المستقبل لاستكشاف الماضي. تم المشاهدين تذكير بأبرز محطات الخبر للنشر الرئيسية لهذا المساء. اللجنة المشتركة المغربية السعودية تسجل بارتياح دينامية العلاقات بين البلدين، والرياض تجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وتنوه بجهود جلالة الملك رئيس لجنة القدس من أجل الدفاع عن المدينة وصيانة هويتها. استمرار المنح التصاعدي لحالات الإصابة بكوفيد 19 يستدعي مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية المعتادة والحرص على أخذ الجرعات الثلاث من اللقاح ضد الفيروس.
الجهود متواصلة لإخماد الحرائق التي اندلعت منذ أمس في غابة شيكر باب بودير بإقليم تازة، ورجال الإطفاء يواجهون قوة الرياح والحرارة المفرطة. ديربي البيضاء بين الوداد والرجاء برسم الدورة 25 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم ينتهي لفائدة الخضر بهدفين للا شيء. نهاية النشرة، أشكر بقاءكم معنا، أطيب الأوقات على الأولى.